عليكم متابعينا الكرام، اليوم سنأخذكم بجولة إلى منزل جديد وعمل جديد مميز في غاية الجمال والروعة، ستشاهدونه قبل التركيب وستشاهدونه بعد التركيب. أتمنى أن ينال إعجابكم. كل الحب والامتنان لجمهورنا الكريم في اليمن وفي العراق وفي الجزائر وفي ليبيا وفي المغرب الحبيب. أتمنى لكم السعادة الدائمة. هيا بنا نشاهد هذا العمل. FG.